إذا للمزيد حول هذا الفيروس أرحب بضيفي من القاهرة دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام علان. دكتور أهلا بك بداية عندما يقال بأننا أمام نوع جديد وغامض من فيروس كورونا، هذا تحديدا يصعب التشخيص وتوضيح أسباب الانتشار؟ النوع الجديد من فيروس كورونا هو أصعب من سارس كذلك في التشخيص، لأن أعراضه أخف، هي مماثلة لأعراض البرد، الكحة والزكام والحمى وبعض أعراض الالتهاب الرئوي. المثير في الأمر والجديد اللي في آخر 48 ساعة الإحصائيات قالته إن فترة الحضانة للفيروس مختلف تماما عن بقية مجموعة كورونا كسارس أو ميرس. فترة الحضانة بتقعد من يوم ل 14 يوم. بقية فيروسات كورونا كانت مختلفة في أقل من ذلك، أقل من 14 يوم، وحالات العدوى لا تحدث في فترة الحضانة في بقية كورونا، لكن الفيروس جديد وده اللي متهيأ لي هيخلي منظمة الصحة العالمية تاخد إجراء مختلف. اكتشفوا من 24 ساعة إن حالات العدوى قد تكون أثناء فترة الحضانة، يعني بدون حدوث أي أعراض، فبإمكان شخص لا يوجد عليه أي أعراض أن ينقل الفيروس لشخص آخر. وده الاختلاف ما بين الفيروس كورونا الجديد والست فيروسات كورونا القدامى. هل تعتقد أنه الأكثر شراسة؟ لأنه كما ذكرت من الصعب، يعني فترة الحضانة تمتد، من الصعب أن تتبين وتتيقن من طبيعة الأعراض، فيكون المرض معديا وإن لم يظهر على صاحبه أنه مصاب به. هل هذا تحديدا مكمن الخطر؟ بالطبع، لأن الفيروسات كورونا قبل ذلك سواء سارس كان الاتباع الإجراءات المتخذة هو أن الشخص أول ما يجيله أي أعراض أن هو يعزل نفسه أو أن هو يتوجه لمنشأة طبية أو يضع كمامة على الأنف. لكن في حالتنا هذه، في هذا الفيروس الجديد، الشخص ممكن يعني يقعد ينقل المرض لثلاث أو أربع أشخاص آخرين بدون أن يعلم أنه مصاب بهذا الفيروس. طيب يعني هنا يعني إن كيف يمكن أن يقري إنسان نفسه وهو يشعر بأنه لا يعاني من أي أعراض، لا تظهر له ملامح التعب، لكنه في منطقة أو يريد أن يطمئن في نهاية الحال على نفسه في منطقة قد يعني تكون محل وموضع شك؟ لو كان الشخص ليس فقط في الصين لكن في منطقتنا الشرق الأوسط، تعرض أو تعامل لشخص قادم من الصين أو موجود بجوار بؤرة المرض نفسه، منظمة الصحة العالمية نصحت بغسل الأيدي كل ساعة تقريبا بالكحول لمدة 3 ثواني. النظافة الشخصية هي أهم شيء، لو في أي سعال أو أي أعراض بسيطة للبرد تجنب الناس فورا، عدم استخدام أو مشاركة في الأدوات الشخصية، الطهي الجيد للطعام، ومنعه تماما ما يسمونه بالميديم دان أو اللي هو الطعام النصف ناضج. طب هنا يعني ما تعلمت التجارب السابقة؟ تتحدث عن سارس، تتحرص على كورونا في أعوام مختلفة، جنون نون بقر، لماذا تلك التجارب ربما لم تطور معرفة أفضل لأن بكيفية أو حول كيفية أن هذه الفيروسات تتحول إلى تحويرات معقدة؟ هو يعني سؤال مهم جدا وكويس. الفيروسات كورونا بتحير العلماء دايما، لأن الفيروس كورونا في أصله لا ينتقل للبني آدم، يعني فيروس كورونا في حد ذاته هو فيروس حيواني ينتقل من حيوان لحيوان أو من طائر لطائر. الطفرة اللي بتحدث في الفيروس انه ينتقل من حيوان او طائر لانسان هي حاجة جديدة علينا كمجتمع دولي، ولذلك الطفرات بتبقى شديدة وقوية وبيتحور تاني جوه الجسم ويتحد مع انواع تانية من الفيروسات، فحتى وجود مصل او لقاح او علاج شيء صعب جدا. الصين ادلت بتصريح النهاردة ان هم هيحاولوا يوصلوا لعلاج ومصل، وأنشأوا في الـ CDC في الصين منشأة، وقالوا إن احتمال في
في غضون شهور قليلة يبقى في وجود مصر، لكن ده نفس التصريحات اللي سمعناها في سارس وفي الـ H1N1، ولكن المحاولات ضعيفة وبطيئة جدا لوجود أي علاج أو مصل. طيب وتيرة الانتشار دكتور إسلام، هل هي وتيرة مخيفة أم أنك تعتقد أنه كحالة من التهويل؟ الأمر حتى الآن لم ينتقل إلى حالة طوارئ عالمية كما يذكر المسؤولون الصينيون. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ في الصين، الصين أعلنت حالة طوارئ قصوى بداخل الصين، لكن ليست حالة طوارئ عالمية. حالة طوارئ عالمية عادة بيعلنوها لما يوصل حالات الوفيات عند حد معين. حالات وفيات سارس كانت 10 حالات، هي بالضبط 9.6 حالات من كل 100 حالة مصابة، لكن الفيروس كورونا الحالي هي حالات الإصابة، حالات الوفيات 2.8 من كل 100 حالة، يعني تقريبا 3 وفيات من كل 100 حالة مصابة. لذلك يعني قد يكون هو ده السبب ان منظمة الصحة العالمية لم تعلن حالة الطوارئ الدولية. ولكن الموضوع فترة الحضانة اللي بيوصل 14 يوم وانتقال العدوى بدون أعراض، يعني في رأيي ان المفروض يكون ليه وقفة أخرى، لأن منظمة الصحة العالمية حتى أدلت بتصريح ان السكريننج أو المسح اللي بيتم في المطارات لن يكون ذات جدوى لدخول حالات يعني قبل ظهور طبعا الأعراض. على ماذا يعتمد حتى نوضح هذا للمشاهد دكتور إسلام؟ سكرينينج عملية ربما مراقبة درجات الحرارة الخاصة بجسم الإنسان عند دخوله أو مغادرته المطار، هل هذا فعلا ما يجري تحديدا إذا ما شكت السلطات الصحية المتواجدة في المطار في عند انتشار مرض أو فيروس ما، سيكون مؤشرا واضحا وبارزا أن هذا الشخص ربما يحتفظ بذلك الفيروس أو أنه وصل مرحلة متقدمة؟ وحاليا معظم مطارات العالم بتجري المسح لكل المسافرين من جنوب شرق آسيا أو طياراتهم محولة من جنوب شرق آسيا بقياس درجة الحرارة. لو درجة الحرارة مرتفعة بيتم عزله ووضعه في الحجر الصحي، لكن لو كان المسافر في أول 14 يوم لا يوجد أعراض لن يتم الكشف على الفيروس نفسه. يعني دخول حالة واحدة إلى أي بلد جديدة هي يعني وباء جديد في حد ذاته. الحل هو زي ما اتخذته السلطات الصينية من يومين، هو غلق كل المطارات، عدم وصول مسافرين صينيين إلى بلاد أخرى. طبعا مش هنقدر نقفل كل المطارات قصاد جنوب شرق آسيا، لكن يعني الاحتياط في عدم دخول مسافرين من أماكن القريبة من بؤرة الوباء قد يكون هو الحل للأسف اللي احنا محتاجين يعني نأخذه حتى في مدن الشرق الأوسط. نعم يعني سيكون يعني حلا في حالة اضطرار. أنا أشكرك من القاهرة دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إسلام عنان، شكرا جزيلا.